نشرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. وإليكم أبرز عناوين اليوم. إضراب اليوم وغدا في الإدارات العامة والتزام جزئي للمدارس، والأساتذة يعتصمون ويؤكدون المضي في التصعيد حتى نيل حقوقهم. الإخوان المسلمون في مصر يلغون تظاهرتهم اليوم لتجنب الاحتكاكات مع التظاهرة المضادة التي تنظمها القوى المعارضة للإعلان الدستوري. العمليات العسكرية تتواصل في دمشق ومحيطها غداة نجاح المعارضين في عزل حلب عن شرق البلاد. وفد من 14 أذار في غزة لتقديم الدعم والتأكيد أن الدفاع عن القضايا العربية ليس حكراً على أحد. انتهاء عملية أخذ عينات من رفات عرفات بحضور خبراء دوليين بغية التحقيق في ملابسات وفاته. شهد لبنان اليوم فصلا جديدا من فصول الكباش بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة، ترجم بإضراب شامل في الإدارات العامة والجزئي في المدارس الخاصة. الأساتذة اعتصموا أمام وزارة التربية وأكدوا المضي في التصعيد حتى نيل حقوقهم وإحالة السلسلة على مجلس النواب. في موازاة ذلك يتأرجح مصير الحوار الخميس في ظل إصرار قوى 14 من أذار على مقاطعته. إقليميا، ألغى الإخوان المسلمون في مصر تظاهرتهم اليوم لتجنب الاحتكاكات مع التظاهرة المضادة التي تنظمها القوى المعارضة للإعلان الدستوري، في وقت تزداد فيه المعارك ضراوة في سوريا خصوصا في دمشق ومحيطها، في أعقاب نجاح المعارضين في عزل حلب عن شرق البلاد. لكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نتوقف عند مأساة إنسانية مروعة، والعنوان هذه المرة عين سعادة في المتن الشمالي. ففي الأولى من فجر اليوم أقدم مازن نون عراقي الجنسية على الاعتداء على العراقية نمار زين داخل منزلها، ووضع سكينا حول عنقها وكبلها بحبل وهددها بالقتل قبل أن يقتل ابنها أمام عينيها ويخطف ابنها الثاني وهو من مواليد 2006 ويفر. بعد الاستماع إلى إفادة نمار، قالت إن المعتدي هو ابن شقيق زوجها، وإنما قام به هو بدافع طلب المال. الإضراب العام شمل الإدارات العامة والمدارس الرسمية، لكنه كان جزئيا في المدارس الخاصة. الأساتذة أكدوا المضي في التصعيد إلى حين نيل حقوقهم. تجدد مشهد الإضراب شبه الأسبوعي في القطاع التعليمي، وتجدد معه مشهد التفاوت في نسب الالتزام بين المدارس الرسمية وتلك الخاصة التي بدورها تنوعت بين ملتزم وغير ملتزم. ما في دولة بدون موظفين دولة يا أخوان. هيئة التنسيق النقابية جددت بدورها مشهد الاعتصام أمام وزارة التربية، مطالبة بالإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب بدون تقسيط، وإلا فمزيد من التصعيد. بدي أقول للوزراء اللي خبطوا إيدهم على الطاولة وقالوا لقد نفذ الاتفاق، أين أصبح الاتفاق يا معالي الوزراء؟ الرئيس مياطي عم يقول نحن مأمنين 120% من السلسلة. إذا أنت بدك تحاور على شو بقى يا دولة الرئيس؟ الحكومة قدام مأزق فعلي. بكرة بعد الظهر على مجلس الوزراء أن يأخذ قرار، إما بحيل السلسلة إما بيأخذ قرار آخر وبيتحمل مسؤولية هذا القرار قدام الشعب اللبناني. ما هنطلع من الشارع إلا ما يعطونا حقنا. كل رواتب الموظفين والأجرة بالقطاعين الرسمي والخاص كلهم سوا ما بيتجاوزوا 20% من الناتج المحلي، وهذه أدنى نسبة مئوية بالعالم كله، بدول العالم كله. لما بتنعطى الزيادة على هالنسبة ما بتعمل تضخم. لحاكم مصرف لبنان بدنا نقول له اللي بنحترمه، نحن طلبناك بتطبيع عملة وتوزيعها على الناس، لا، نحن كل اللي طلبناه بدنا نجيب من جيبة الغني لندفع لجيبة الفقير. الموظفون التزموا بالإضراب اليوم وسيلتزمون غدا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من سياسة المماطلة والتأخير في إحالة السلسلة دون تقسيط إلى المجلس النيابي. الاعتصام أمام وزارة التربية سيقام آخر شبيه به الأربعاء أمام مبنى التفئة، على أن تستمر التحركات إلى حين تحقيق المطالب، وسط تشديد دائم على وحدة هيئة التنسيق خارج أي هيمنة سياسية. وبموازاة اعتصام المعلمين، موظفو الإدارة العامة يضربون ويعتصمون أمام مقار عملهم. تقرير هيثم خوند.
التزام كامل بالإضراب عبر عنه موظفو الإدارات العامة الذين استجابوا لدعوة هيئة التنسيق النقابية مقفلين مقار عملهم ومعتصمين أمامها للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب وتحصيل حقوقهم. الاعتصام الأكبر كان أمام مبنى TVA حيث تجمع العشرات مهددين بالتصعيد والإضراب المفتوح. نبدأ بالتحرك تدريجياً وذلك حفاظا على مصلحة المواطن، لأننا نحن في موظفي الإدارة العامة وفي الروابط التعليمية حريصين على المواطن وحريصين على مصلحة الطالب قبل كل شيء، فلذلك التحرك تدريجي. نحن نفاوض الحكومة منذ 14 شهرا لنصل إلى إضراب يومين، ولكن أقول لك اليوم أن صبرنا بدأ ينفذ. وإلى جانب موظفي الإدارات العامة تنقل عدد من معلمي المدارس الرسمية والخاصة والمهنية بين اعتصامي وزارة التربية والتفئة. بأكد لك يعني بدون تفاخر وبكل ثقة أنه الالتزام بالتعليم المهني بكافة المدارس والمعاهد على كافة الأراضي اللبنانية التزام 100%. يعني كل المدارس كل المعاهد ملتزمة الرسمي ملتزمة بالإقفال ومتجاوبة مع قرار هيئة التنسيق النقابية. أنا بدي أحكي عن بعض المدارس اللي عم تعملهم شانتاج للأساتذة، والأساتذة اللي غصب عنهم مش عم بيقدروا يشاركوا معنا، وأنا بستحق إنه زملائي ما يشاركوا بالإضراب، وما بفهم كيف مؤسسة تربوية فيها تعمل هالشانتاج تجبرهم تعمل ضغط عليهم بلقمة معيشهم لا يجوا يشتغلوا. لا يبدي المعتصمون تفاؤلا كبيرا بإمكان إقرار السلسلة قريبا، متهمين الحكومة بإدارة الأذن الصماء لمطالب شعبها والتلهي عن أمورهم بزواريب السياسة التي لا تقدم ولا تؤخر. وللتعليق على ملف إحالة السلسلة على مجلس النواب ينضم إلينا عبر الهاتف مدير التحرير الاقتصادي في صحيفة السفير الأستاذ عدنان الحاج. أهلا بكم إلى نشرة بيروت اليوم. المعلمين ما زالوا مصرين على المضي بالإضراب والحكومة ما زالت تدرس سبل التمويل، يعني هالعجز الإضافي على خزينة الدولة اللي هو ليس العجز الوحيد اليوم، من أين سيمول وهل دائما المواطن من سيتحمل النتائج؟ يعني اولا يعطيكم العافيه. في الموضوع السلسلي الاساس هو انه اقرار دفع مبلغ معين غير محدد منه معروف كان، وبالتالي وعد الناس واقرار المشروع القانون من دون تقدير يعني الكلفه على الخزينه وعلى المواطن نفسه. التمويل هو من المواطن بده يكون، يعني هلا بنحكي كيف، ولكن هذا الموضوع اساسا بلش غلط. يعني بدا باقرار سلسله ما لها تمويل، بعدين بدنا نفتش على مصادر التمويل، ونحن امام عجز في الخزينه والموازنه ب 4 مليارات دولار سنويا. هذا العجز يكلف 2200 مليار جداد، فبالتالي انه ب 2013 اذا اقرينا هلا تمويل السلسله ب 2013 ما بنجيب ايرادات اضافيه. هلا مصادر تمويل موجوده لو كان الوضع الاقتصادي جيد، ولكن جاء القرار لمصلحه الموظفين اللي هم فعلا عندهم كثير من الاداره موظفين يستحقوا اكثر من الزيادات، ولكن بتوقيت كثير خاطئ وفي ازمه ماليه وضعف في مصادر تمويل الدوله. هلا وضع سلسله مشاريع لتمويل السلسله اللي صار لغايه اليوم، انه التقديرات اللي صارت انه في مصادر ايرادات، ضريبه على القيمه المضافه، ضريبه على فوائد المصرفين، ضريبه على الجو وعلى العقاريه، معالجه الامناك البحريه، الرسم الطابع المالي على السيارات المستورده على TVR، على يعني الاسهم المصرفيه، على ارباح الشركات، كله انحط. اوكي بيعطي 2200 مليار تقريبا بيامن السلسله، ولكن كل هذه تحتاج الى تعديلات قوانين ضريبه الدخل بشكل كامل، وهي تحتاج لمجلس نواب، السلسله تحتاج لمجلس نواب، والمشاريع تحتاج لمجلس نواب، ولكن مطالبه الموظفين انه دفع السلسله فورا، فرايي انا على الحكومه ان تاخذ احد اعتبارين، اما ان تلجا الى الاستدانه من مصرف لبنان، وهذا كلام كتبناه فورا لدفع السلسله،
أو على الموظفين أنه ياخذوا القرار بأنه يقبلوا بالتقسيط لخمس سنين لرفع الآثار التضخمية. بنحكي اقتصاد في للسلسلة آثار تضخمية على غلاء على أسعار السلع، لأنه لما 2000 مليار بيتحولوا للاستهلاك، لأنه هاي المواطنين الموظفين ما حيودوا أموالهم على سويسرا، يعني حيصرفوهم بالبلد. نحن بلدي بيستورد بكل سلعه من الخارج، حيتحولوا عجز إضافي على ميزان تجاري، عجز على ميزان مدفوعات، فبالتالي هون المخاطر التضخمية اللي عم يحكي عنها حاكم مصرف لبنان وعم يشير لها. اللي عم يصير حاليا انه تهرب الحكومة من اقرار الموازن، من اقرار التمويل السلسلي والإيرادات الإضافية واقرار السلسلة، هو حيتبعه تهرب من عدم انجاز موازنة 2013. ما في ميزانية 2013، فبالتالي نحن عجز مستمر. هون في هيك شيء بيشبه النكتة، انه مليارين عجز الموازنة ومليارين عجز الكهرباء او عم 2 مليار عجز السلسلة. يعني بدي يقولون للناس على فترة انه هيك ما في كهرباء وكذلك ما في سلسلة، يعني ما حنقدر نمول السلسلة مثل ما عم نقدر نمول انتاج الكهرباء. وانا رأيي انه هذا كله سبب عدم الاستقرار السياسي، الانقسام الحاصل، عدم وجود خطوات بالإدارة تفعيلة، هروب الرسامين من لبنان، عدم وجود مشاريع جديدة، وبالتالي انتشار البطالة وهذا الأزمة الاجتماعية المقبلة على البلد. نعم، مدير التحرير الاقتصادي في صحيفة السفير الأستاذ عدنان الحاج، شكرا لك على هذه المداخلة. ذكرت صحيفة النهار أن بعض قوى 14 من آذار سيحضر إفراديا للقاء الرئيس ميشيل سليمان الخميس إذا أصر على دعوته للحوار للتباحث في الملفات المطروحة وتأكيد الموقف من سلاح حزب الله وكل سلاح خارج إطار الدولة. أما أوساط رئاسة الجمهورية فأبلغت النهار أن الرئيس سليمان يستبعد عقد هيئة الحوار في غياب فريق 14 من آذار، وأن إعلان الإرجاء مؤجل إلى الأربعاء في انتظار استكمال الاتصالات. وفي اليوم الثاني من زيارته لبنان، وصل الرئيس الأرمني سيرج ساركيسيان إلى عين التينة للمشاركة في مأدبة الغداء التي يقيمها على شرف رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمشاركة عدد من نواب 14 أذار و8 أذار ونواب الأرمني الحاليين والسابقين والسفير السوري علي عبد الكريم علي. وكان ساركيسيان زار كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في أنطلياس، وكان في استقباله الكاثوليكوس أرام الأول ومطارنة الطائفة وكهنتها ووزراء ونواب الأرمن ورؤساء الأحزاب الأرمينية. الكاثوليكوس أرام الأول شدد على متابعة القضية الأرمينية، طالبا من تركيا إعادة الأراضي والاعتراف بالإبادة، بينما اعتبر ساركيسيان أن أرمينيا ليست قوية من دون الأرمن الموجودين في العالم. وقعت صدامات جديدة بين شبان وعناصر من الشرطة قرب ميدان التحرير في مصر وسط القاهرة، حيث يستعد ناشطون لتنظيم تظاهرة كبرى معارضة للإعلان الدستوري. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هشام مهران، سنكون مع هشام فور جهوز هذا الاتصال. في سوريا عشرات القتلى والجرحى جراء غارات جوية غرب إدلب، ومدفيديف يبحث في فرنسا النزاع السوري. في ظل غياب أي مساع دبلوماسية جدية لحل النزاع السوري، تتحول الأزمة حرب استنزاف كلفت السوريين الكثير ودمرت المدن السورية ولا مؤشرات إلى توقفها. المعارضة المسلحة تواصل المعارك في المدن الاستراتيجية، أما هدفها فالعاصمة دمشق، وباتت بعض فصائل المقاتلين المعارضين على تخوم العاصمة، غير أن القوات النظامية تحشد أقوى عناصرها وأشدهم ولاء للنظام في دمشق. وعلى وقع جمود صورة مواقع القتال في الجنوب والوسط، تتواصل عمليات الكر والفر في الشمال السوري، وقال نشطاء إن غارة جوية شنها الجيش النظامي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى عند معصرة زيتون قرب مدينة إدلب، كما قصفت المقاتلات قاعدتين لمقاتلي معارضة قرب الحدود مع تركيا، ما دفع بمئات السوريين إلى الفرار عبر الحدود. وجاءت هذه الهجمات قبل يوم من بدء محادثات بين مسؤولي
مسؤولين من تركيا وحلف شمال الأطلسي لتحديد مواقع نشر صواريخ باتريوت قرب الحدود التي تمتد على 900 كيلومتر. في المقابل يؤكد الإعلام الرسمي التصدي للمقاتلين المسلحين الذي يصفهم بالإرهابيين، وتم نشر لائحة تضم أسماء 142 قتلوا خلال أعمال العنف في سوريا وينتمون إلى 18 بلدا عربيا وأجنبيا. من جهته أكد المجلس الوطني السوري أن أكثر من 130 شخصا سقطوا في الأيام الماضية في مدينة داريا وحدها. وسط هذه الأجواء ورغم الانقسام الحاد بين روسيا والدول الغربية بشأن الملف السوري، يلتقي رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس لبحث الأزمة السورية. توجه وفد من قوى 14 من آذار إلى قطاع غزة ويضم 14 شخصية نيابية وسياسية وإعلامية، وأعلن منسق الأمانة العامة لقوى 14 من آذار دكتور فارس سعيد للنهار أن هدف الزيارة التي تستمر يوما واحدا هو التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد أن الدفاع عن القضايا العربية ليس حكرا على أحد سواء في لبنان أو في المنطقة. بعد الإعلان مصرف لبنان وإجراءات التحفيز. بالعودة إلى الشأن المصري، فقد وقعت صدامات جديدة بين شبان وعناصر من الشرطة قرب ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث يستعد ناشطون لتنظيم تظاهرة كبرى معارضة للإعلان الدستوري. ومعي على الهاتف مراسلنا هشام مهران. هشام أهلا بك. مرسي لم يتراجع عن القرار بعد لقاء القضاة، الإخوان المسلمون تراجعوا عن التظاهرة، لكن التظاهرة الكبرى اليوم هي للأحزاب السياسية، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، يعني كما ذكرت بالضبط، ميدان التحرير يستعد لاستقبال مسيرات عديدة عصر اليوم من عدد من الميادين للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي، والذي يحصن فيه قراراته ويحصن مجلس الشورى ولجنة الدستور بأغلبيتهما الإسلامية ضد أحكام القضاء. المظاهرات أيضا تعتبر أن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى أمس قد فشل في التوصل إلى حل للأزمة التي أدت إلى حالة استقطاب سياسي حاد في الشارع المصري، خاصة أن المتحدث باسم الرئاسة أعلن عقب الاجتماع أنه لا تعديل أو تغيير للإعلان الدستوري، وأن الرئيس أوضح فقط لمجلس القضاء أن تحصين القرارات سيكون قاصرا على الأعمال المرتبطة بالسيادة والتي هي أصلا محصنة بحكم القانون. وأيضا أكد لهم أن المقصود بإعادة محاكمات رموز النظام السابق سيكون مشروطا بظهور أدلة جديدة تستدعي هذه المحاكمات، وأن تحصين القرارات هو إجراء مؤقت لحين نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد. ولكن تبقى كل هذه التأكيدات شفوية، لم يصدر بها قرار حتى الآن حتى تكون جزءا من الإعلان الدستوري، كما أن مجلس القضاء الأعلى نفسه لم يصدر بيانا حول نتائج الاجتماع. ولكن نادي قضاة مصر رفض البيان الرئاسي وأعلن استمرار تعليق العمل بالمحاكم والدخول في اعتصام مفتوح، بدأ هذا الاعتصام بالفعل لعدد من القضاة. على جانب آخر، فإن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس وحزب النور السلفي قرر تأجيل مليونية اليوم التي كانت مقررة أمام جامعة القاهرة، وذلك منعا للاحتكاك وحقنا للدماء ولإيجاد مناخ للتهدئة. القوى السياسية المصرية والحركات الثورية التي شكلت جبهة الإنقاذ الوطني والتي تضم عدد كبير من الرموز الوطنية منهم مرشح الرئاسة السابقين عمرو موسى وحمدين صباحي عقدوا اجتماعا مساء أمس وأعلنوا فيه موقفهم الرافض للحوار مع الرئيس حتى إلغاء الإعلان الدستوري. أيضا سينضم إلى مظاهرات اليوم مسيرات للمحامين ومسيرات للصحفيين الرافضين أيضا للإعلان الدستوري. وبالنسبة للاشتباكات، فإن الاشتباكات هي يعني تثور وتهدأ من وقت إلى آخر في محيط السفارة الأمريكية وفي محيط الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية المصرية. هشام مهران، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الصفحة الاقتصادية والزميلة جسترات قسطون. هاي جسي. هاي شوتال. مرحبا فادي. كيف اليوم؟
اليوم في شوية تفاؤل، في شوية ضوء هيك بالنفق المظلم يلي عم بيعيشه الاقتصاد المحلي الإقليمي الأوروبي وأيضا الأمريكي يعني العالمي. خلينا نبدأ، كنا عم نحكي تحت الهواء إنه بكرة في تراجع لسعر صفيحة البنزين والمازوت ولو بمئة ليرة، خلينا نكون شوي إيجابية. بأوروبا تم إقرار إنقاذ اليونان، بأمريكا يبدو في إيجابية بمباحثات الكونغرس، يعني نوعا ما الصورة جيدة. فقط بسوريا في دلائل أنه النظام عم بيطبع الأوراق النقدية، مما بيعني إذا كان هذا الأمر صحيح أنه الليرة السورية رح تفقد المزيد من قيمتها. منبدأ إذن محليا، ألقت الأزمة السورية بتقلة على الاقتصاد اللبناني اللي تراجعت مؤشراته بشكل كبير، حيث انخفضت الصادرات 12%، كما تراجعت إيرادات السياحة 15%، وأثرت الاضطرابات على المناخ العام للاستثمار والاستهلاك بلبنان. واقع أكد مصرف لبنان ويبدو أنه عم يتحرك لإطلاق حزمة تحفيز بتتضمن قروض إسكان وقروض للقطاع الإنتاجي، وتوقع الحاكم أنه يبلغ معدل التضخم 6% بال2013 بوقت التضخم المستهدف عند أقل من 4%. وحول مدى أهمية الإجراءات التحفيزية للاقتصاد إذا وجدت، بينضم لنا عبر الهاتف وزير المالية السابق دكتور جهاد أزعور. دكتور أزعور، منرحب فيك من جديد ببيروت اليوم. أهلا فيك. يبدو أنه في مبادرة لمصرف لبنان لتحفيز على قدر الإمكانيات الاقتصاد عبر دعم قروض الإسكان تحديدا وقروض القطاع الإنتاجي، برأيك ما مدى فعالية هالخطوة؟ الحقيقة هي خطوة جيدة، إنما الخطوة غير كافية. اليوم تفعيل الاقتصاد بمستوى النمو الضعيف اللي صار له حوالي سنتين بيتطلب إجراءات اقتصادية فعالة أكثر، خاصة على صعيد قطاعات حساسة مثل الاتصالات والكهرباء، اللي دورها مش بس انه بتزيد عامل للاستثمار بالاقتصاد، انما ايضا تدعم قطاعات كثير مهمة وبترفع مستوى التنافسية. نعم. اليوم قروض مدعومة موجود، هالقروض انعطت لقروض سكنية ولقروض قطاعية، غير كافي انك تفعلي هالإجراءات بس على أهميتها. هل بيقدر الحاكم يعمل أكثر من هيك دكتور أزعور؟ مصرف لبنان عليه بالدرجة الأولى أولا أنه يهتم بالسياسة النقدية ويعالج مشكلة التضخم، لأنه اليوم مع توقعات ارتفاع أسعار 6% في ضرورة أنه يكون في انتباه على هذا الموضوع، نظرا أنه نحن نعتمد النظام النقدي السابق. النقطة الثانية، تفعيل الاقتصاد لازم الحكومة تكون هي أخذ المبادرة بهذا المجال، يعني مشكور مصرف لبنان بالقيام بهذا الدور، بس إنما مصرف لبنان ما في غطي عن الحكومة اللي هي لازم تكون المبادرة بهذا الموضوع، تأخذ مجموعة من الإجراءات اللي مش بس تحفيزية، في إجراءات بنيوية أساسية اللي هي بترجع بتطلق الاقتصاد ضرورية أصبحت اليوم. هل أصبحت ضرورة ملحة هالإجراءات غير الاتصالات والكهرباء؟ ماذا بإمكان الحكومة أنه تعمل اليوم يعني بواقعنا اللي عم نعيشه وبظل العجز الكبير؟ بالواقع فيها تعمل اشياء كثير، يعني اليوم الحكومه عندها من خلال قلت لك هالقطاعات الاساسيه كان البنى التحتيه، القطاعات الاستثماريه والقطاعات اللي هي بتلعب دور اساسي بتفعيل الاقتصاد، عندها دور كبير تعمله، عندها دور كمان باعاده الثقه من خلال عمليه انضباط بماليه الدوله، وكذلك الامر من خلال حوار مختلف النوع مع القطاع الخاص لترجع تحفز القطاع الخاص اللي هو ما ننسى العنصر الأول بتحريك الاقتصاد. نعم. هو نعم. من خلال الثقة المستثمر الأول. نعم دكتور جهاد أزعور، شكرا لك على هالتوضيحات، عسى أن تقوم الحكومة بإجراءات تحفيزية لاقتصادنا المتداعي. منتابع إقليميا، كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن روسيا طبعت خلال الصيف الماضي أكثر من 240 طن من الأوراق النقدية لصالح النظام السوري بمحاولة لإنقاذ اقتصاده المتهاوي ولتمكين دمشق من دفع الرواتب المستحقة لجيشه اللي عم بيحارب من ربيع 2011. وبحسب التايمز بالفترة بين 9 حزيران و15 أيلول 2012 8 رحلات جوية ربطت موسكو أو فانكوفر مع دمشق، بيّن أنه كل واحدة منها حملت معها 30 طن صافي من الأوراق النقدية، وحلقتها الطائرات فوق أجواء العراق، إيران وأذربيجان، وتجنبت التحليق بالأجواء التركية.
وبسوريا 2 مليون موظف حكومي من المفترض أنه يتمكن النظام عبر الأوراق النقدية الجديدة اللي تم طباعتها بروسيا من سداد رواتبهم. إشارة أنه العملة المحلية السورية فقدت 44% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية من بدء الثورة بأدار 2011، الأمر اللي تسبب بقفزة كبيرة بنسب التضخم اللي تجاوزت بحسب المراقبين مستويات 30% مع ارتفاع حاد بالأسعار. كبدت الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة تنضاف إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي بتعصف بالمجتمع الإسرائيلي. وأفاد التقارير صادرة عن مكتب رئيس الحكومة بأنه تكاليف الحملة العسكرية خلال 8 أيام من الحرب بلغت $1 مليار، يضاف إلى $200 مليون رصدت لتشغيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، بوقت قدرت مؤسسة التأمين الوطني أنه تغطية تكاليف التغيب عن العمل لجنود الاحتياط البالغ عددهم 75,000 ممن تم استدعائهم وصلت إلى $60 مليون، ليكون لها التكاليف تداعيات على موازنة إسرائيل بال 2013 لتعوض ما تم إنفاقه على حساب المواطنين. بتبدأ باكستان بشحن القمح لإيران بكانون الأول المقبل بموجب اتفاق لمقايضة 1 مليون طن أبر بآب، بعد ما تدخلت الحكومة للمساعدة بعمليات الشراء بسبب مشاكل تمويل التجارة الناجمة عن العقوبات الغربية. وصفقة المبادلة اللي اقترحت بأدار بتصدر إيران بموجبها الأسمدة وخام الحديد إلى باكستان بمقابل القمح. وشرق فجر جديد على اليونان، تقرير يلقي الضوء. بعد مباحثات استمرت أكثر من 13 ساعة، اتفق وزراء مالية الدول الـ 17 أخيراً مع صندوق النقد الدولي حول سبل تخفيض الدين اليوناني، مما بيسمح بتسديد 43.7 مليار يورو من المساعدات المجمدة من أسابيع لأتنا اللي أصبحت على شفير الإفلاس. وبموجب الاتفاق ستخفض الديون اليونانية إلى 124% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020، مما بيعني تخفيف للديون بحوالي 40 مليار يورو. رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس أعلن أنه اليوم بيبدأ يوم جديد لجميع اليونانيين. مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بتعهد الأوروبيين اللي رح يتنازلوا لليونان عن الأرباح اللي حققتها المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الأوروبي على السندات اليونانية ويضعوها بحساب مجمد. حاكم المركز الأوروبي ماريو دراغي اعتبر القرار بحد بدون أدنى شك من الغموض وبعزز الثقة بأوروبا، إشارة أنه بيترتب على عدد من البلدين الحصول على موافقة البرلمان الوطني على هالقرارات قبل ما تصير نافذة. تكنولوجياً والتكنولوجيا اليوم أصبحت محرك أساسي للاقتصاد. بتدرس شركة جوجل فكرة إصدار خط إنتاج جديد من الكمبيوتر المحمول كروم بوك مزود بشاشة بتدعم تقنية اللمس ليندرج تحت علامة تجارية تنسب إلى شركة جوجل نفسها وليس بالتعاون مع شركة أخرى. وبحسب المعلومات الجهاز رح يزود بنظام جوجل كروم بشاشة عرض 12.85 إنش تدعم تقنية اللمس. وقررت جوجل أنه تعطي شركة كومبال اللي بتتخذ من تايوان مقر إلى مهمة تصنيع الأجزاء الداخلية ومكونات الجهاز وإنتاج حدود 20 مليون وحدة على أنه يتم بدء شحن هالوحدات بحلول نهاية 2012. أخيراً أمريكياً أكد البيت الأبيض ثقته بالتوصل لنتيجة إيجابية عبر المفاوضات الجارية مع الكونغرس لتجنب اعتماد التقشف القسري بالولايات المتحدة، ورحب بتصريحات نواب جمهوريين حول ضرورة تحقيق المزيد من العائدات الضريبية. والهوية المالية اللي بتزيد الضرائب على كل الأمريكيين ممكن تدفع لتراجع أنفاق المستهلكين $200 مليار بال 2013 بوقت استهلاك الأسر هو ركيزة الاقتصاد الأمريكي وبيساهم أكثر من 1/3 زيادة إجمالي الناتج الداخلي. كما أكد أوباما أنه رح يرفض أي اتفاق ما بيتضمن زيادة 2% على ضرائب الأسر الأكثر ثراءً واللي بتكسب أكثر من $250,000 سنوياً. مع هالخبر ننهي جولة الأخبار الاقتصادية ومننتقل إلى جولة البورصات. ببيروت عادت الضغوط لأسهم سوليدير يلي عم تتراجع صوب مستويات ال $12. أيضا اليوم تم تراجع على سهم بيبلوس لمستوى $1.50. بالخليج عاد الضعف للسعودية والمؤشر عند مستويات 6550 نقطة تقريبا. أما بآسيا وباليابان تحديدا فمؤشر نيكي عم يرتفع وعم يسجل أعلى مستوى له بـ7 أشهر مع تحسن معنويات السوق بفضل التوصل إلى اتفاق لتقليص ديون اليونان
لبنان، وتعليق أيضا من زعيم المعارضة اليابانية دعا فيه إلى إجراءات أقوى للتيسير النقدي. أوروبا عم ترتفع بعد أداء ضعيف نوعا ما بالمرحلة الماضية بظل اتفاق المقرضين الدوليين على خفض ديون اليونان، مما بمهد الطريق لصرف المساعدة التالية وبينقذ بالتالي اليونان من الإفلاس. إلى الذهب يلي عم يستقر قرب مستوياته المرتفعة عموما $1,750 تقريبا، بوقت النفط عم بيقلص خسائره وطبعا عم بيستفيد من الاتفاق حول اليونان يلي بيعزز الثقة بالاقتصاد وبمنطقة اليورو. أخيرا اليورو عم بيسجل مستويات قرب 1.30، وطبعا عم بيستفيد من الاتفاق حول الدائنين حول القرض اليونان، ولكن عم بحد من المكاسب تصريحات لمسؤول بالبنك المركزي الأمريكي عن مخاوف بشأن سياسة التيسير الكمي مما دعم نوعا ما الدولار. نهاية جولة الأسواق والصفحة الاقتصادية ببيروت اليوم، منتابع معكم ما تبقى من النشر. يعطيك العافية، شكرا جيسي. في الخاص، ثورة سجن رومي أضاءت على الواقع المرير وعلى ثغرات تقرير منى سكر. أنت محكوم هون؟ لا. قديش صار لك؟ اللي 9 أشهر وشي 20 يوم. أي متى بتقول إنه رح يحكموك وقديش؟ والله ما بعرف الحكم قدها الاتهمية بعد ما اجتنا. قدي رح أضل بالحبس؟ صار لي أنا هلا 2 سنين لسه ماني محكوم. شو جريمتك؟ قتل. الإرادة والقرار هما العنصران الأساسيان المطلوبان في قضية السجون في لبنان. لا شك في أن بقاء الوضع على حاله لم يعد مقبولاً باعتراف الجميع، وتأهيل السجن خاصة سجن رومي وتحويله إلى مؤسسة إصلاحية هو الاختبار الأهم أمام الدولة التي عليها حماية حقوق جميع مواطنيها داخل وخارج القضبان. ولكن هل القائمون على السجن هم مؤهلون لهذه المهمة؟ وهل هم في مكانهم الصحيح؟ سواء كانوا ضباط سواء أو كانوا عناصر من الدرك، هالعناصر هذه غير مؤهلة لتدير السجون، لأنه لا عامل دورات ولا عامل أي فورماسيون بهالموضوع هيدا. نحن معدين أو مؤهلين حتى نحمي السجن، مش نأهل سجنا، ولا نعيش السجين، ولا نلحق مشكلة السجين. صرنا مرشدين اجتماعيين، وصرنا حراس، وصرنا قضاة، وصرنا محامية، والبدك هي صرنا بالوقت اللي نحن فقط رجال أمن. هل أنت مؤهل أنك تدير سجن رومية؟ أنا بقلك حسب الخبرة العالمية وحسب اللي شايفه بقلك لا، بقلك لا، لأنه ما عندي المؤهلات العلمية اللي بتخليني أنا دير هالمؤسسة الكبيرة. ولا واحد، مش أنا بس. سنة 1949 قيل وعلى الطريقة اللبنانية بأن وزارة الداخلية تدير مؤقتاً السجون بانتظار نقلها إلى وزارة العدل، وهنا المؤقت أصبح دائماً، ولكن إلى متى؟ إنه هذا الأمر يتلازم مع إقامة سجون جديدة وإعادة تأهيل سجن رومي. رح أطلب قريبا من مجلس وزراء يسمح لوزارة العدل بالبدء باختيار عناصر بشرية ملائمة لحتى تقدر هي تدير السجون. منلاقي في مسجونين بعد ما انحكموا وصار لهم 1 أو 2 سنين بالسجن، هول شو رح يصير فيهم؟ قوى الأمن ومع الأسف ما عندها آليات لتنقل السجن دائما على المحاكم. الشيء الآخر، نعمل بمساعدة الأمم المتحدة برنامج إلكتروني بيشمل كل الموقوفين والمحكومين في السجون، ومنقدر نعرف كل واحد أيمتى كان آخر جلسة أو أيمتى كان آخر إجراء قضائي. ويبقى تأهيل سجون لبنان إذن ضرورة ملحة وحقا من حقوق الإنسان. في البلاد المتطورة السجن هو مركز إصلاحي عقابي يتابع حياة السجين ويؤهله للانخراط مجددا بالمجتمع. عسى بانتقال مشروع السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل يحصل السجين على عدل المجتمع ورعاية اجتماعية نفسية وصحية. من سجن رومية، منى سكر، MTV. بالعودة إلى زيارة الرئيس الأرميني، فقد اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل قليل في الغداء التكريمي الذي يقيمه على شرفه أن لبنان شكل على الدوام وطنا ثانيا للأرمن الذين أظهروا له وفاء منقطع النظير، وأن أرمينيا انحازت دائما إلى جانب مقاومة لبنان بمواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بالانقسامات. من جانبه أكد الرئيس الأرميني أن بلاده قلقة حيال ما يجري في الشرق الأوسط، وأن العالم العربي دخل مرحلة معقدة، مبديا قلقه تجاه الشعب السوري.
في معرض عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مع سفيرة كندا هيلاري تشارلز آدم للأوضاع العامة الراهنة في لبنان والمنطقة ولا سيما الأزمة في سوريا. كذلك التقى جعجع وفدا من مصلحة الصيادلة في القوات اللبنانية برئاسة ليليان قشوع لمناسبة الفوز في انتخابات النقابة التي جرت أخيرا. عقدت اللجنة المكلفة متابعة شؤون المتضررين في انفجار الأشرفية اجتماعا في مكتب النائب ميشيل فرعون بحضور العائلات المتضررة في شارع إبراهيم المنذر، وأكد المجتمعون أن ترميم جمعية فرح العطاء الأقسام المشتركة في الأبنية المتضررة إلى جانب جمعيات أخرى لا يعوض عن مبدأ مسؤولية والتزام الدولة في التعويض عن الأضرار. كذلك تم التداول في الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بلدية بيروت لترميم الشارع ودرس مشروع خاص به إلى جانب المساعدات التي دفعت وستدفع الأسبوع المقبل للعائلات المتضررة. بدعوة من المجلس البلدي لمدينة بيروت وبرعاية الرئيس سعد الحريري بدأت أعمال تأهيل حديقة الرئيس رونيم عوض في الصنائع، وذلك في حضور عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية. رئيس بلدية بيروت بلال حمد أكد أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد، فهو ضروري لإعادة التوازن البيئي والحفاظ على الأجواء السليمة في المدينة وتأمين الحاجة الاجتماعية للمواطنين من خلال الاستمتاع ببيئة جميلة. بعد الإعلان إعادة إغلاق قبر عرفات. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إضراب اليوم وغدا في الإدارات العامة والتزام جزئي للمدارس، والأساتذة يعتصمون ويؤكدون المضي في التصعيد حتى نيل حقوقهم. الإخوان المسلمون في مصر يلغون تظاهرتهم اليوم لتجنب الاحتكاكات مع التظاهرة المضادة التي تنظمها القوى المعارضة للإعلان الدستوري. العمليات العسكرية تتواصل في دمشق ومحيطها غداة نجاح المعارضين في عزل حلب عن شرق البلاد. وفد من 14 أذار في غزة لتقديم الدعم والتأكيد أن الدفاع عن القضايا العربية ليس حكراً على أحد. انتهاء عملية أخذ عينات من رفات عرفات بحضور خبراء دوليين بغية التحقيق في ملابسات وفاته. والآن إلى جورج والصفحة الرياضية. كيفك جورج؟ أعطيك العافية فادي. هاي شانتال. جورج، شو عندنا أخبار؟ أخبارنا مهمة على صعيد الفوتبول الأوروبي، عندنا أخبار أيضا محلية رح نختم فيها صفحتنا. تفضل جورج. شانكيو. البداية إذن مع الفوتبول الأوروبي وأخبار الدوري الإنجليزي. مدرب جديد لفريق كيو بي آر أو كوينز بارك رينجرز، المدرب المعروف هاري ريدناب عم بيعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة هالفريق هيدا عشية لقاء فريقه الجديد مع منافسه ساندرلاند بعد ما تخلى عن منصب إدارة المنتخب الأوكراني الوطني مفضلا التدريب بإنجلترا. المهمة الأولى للمدرب ريدناب هي تحسين مركز الفريق، علما أنه حاليا بيحتل المركز الأخير بلائحة الدوري الإنجليزي مع المدرب السابق مارك هيوز الذي تمت إقالته الجمعة الماضية. كما تحدث ريدناب عن إشاعات استقدام ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق إلى فريق كيو بي آر بعد رحيله عن الدوري الأمريكي، وقال أن المحادثات بعد ما وصلت إلى مكان جدي لهلا. المرحلة 14 من الدوري الألماني للفوتبول رح تنطلق مساء اليوم، وبيسعى فريق دورتموند لتقليص الفارق مع البايرن عندما بيستقبل دوسلدورف. بعد وصوله للمركز الثاني بالمرحلة السابقة بيخوض بروشيا دورتموند حامل اللقب باختبار سهل مساء اليوم أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف صاحب المركز 14، وبيتكل دورتموند على هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي شريك مهاجم البايرن الكرواتي ماريو مانزوكيتش بصدارة ترتيب الهدافين بعد ما تألق بشكل لافت بالمرحلة الثلاثة الأخيرة وسجل ثلاث ثنائيات متتالية رافعا رصيده لتسع أهداف لهلأ ليساعد فريقه لتحقيق فوزه الرابع على التوالي وزيادة الضغط على فريق البايرن كونه رح يلعب قبله ب24 ساعة.
وبتشهد المرحلة اليوم مباراة قوية بين شالكي الثالث ومضيفه هامبورغ العاشر، ورح يسعى فيها الأول إلى استعادة نغمة الانتصارات اللي غابت عنه بآخر مرحلتين وكلفته التخلي عن المركز الثاني لصالح دورتموند. كما بيلعب باير ليفركوزن شريك شالكي بالمركز الثالث مع ضيفه فيردر بريمن السابع، وبحال البايرن ضيف على فرايبورغ السادس بكرة الأربعاء بلقاء صعب رح يسعى خلاله العودة بالنقاط الثلاثة للإبقاء على فارق النقاط التسعة اللي بتفصله عن دورتموند قبل المواجهة المنتظرة بيناتهم يوم السبت القادم اللي رح يستقبلها الفريق البافاري على أرضه ضمن المرحلة الخمستاش. من الكرة الألمانية إلى الكرة الإسبانية، مدرب ريال مدريد خوسيه مورينيو بيطلع إلى الفوز مساء اليوم على منافسه ديبورتيفو ألكويانو يلي كان فاز عليه ذهابا بالدور 32 لكأس إسبانيا أو الكوبا ديل ري، وسبق لألكويانو أنه خسر إذن مع الفريق الملكي، ومورينيو بيقول أنه ما رح يستخف أبدا بقدرات خصمه. وبتجي المباراة بعد 3 أيام على خسارة الريال 1-0 مع فريق بيتيس بالدوري، ليتأخر الفريق الملكي ب 11 نقطة عن برشلونة بعد 13 مرحلة. وعلى الرغم أنه هالنتائج ما بترضي مجلس الإدارة، إلى أنه مورينيو أكد على علاقته المتينة بالرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إشارة أنه فريق البارسا بيلعب بهالدور هيدا إيابا بكأس إسبانيا بكرة ساعة 10:30 المساء بمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيش. ايضا باجواء الفوتبول الاسباني، ومن ريال مدريد الى مدرب برشلونه هالمره تيتو فيلانوفا يلي عم باكد بحديث له انه الدوري بعد ما انتهى رغم تقدم فريق البارسا على ريال ب 11 نقطه. وكان فريق برشلونه حقق فوز ساحق على ليفانتي 4-0 يوم الاحد بوقت تلقى الريال خساره مفاجئه مع بيتيس، وبمر البارسا حاليا بافضل بدايه بتاريخه بمسابقه الدوري الاسباني حيث خسر نقطتين فقط ب 13 مباراه هالموسم، وهو بعيد بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسي فريق أتلتيكو مدريد، فيما وسع الفارق مع الريال إذن مثل ما ذكرنا ل 11 نقطة كاملة. ومع هالشي بيقول فيلانوفا أنه الطريق لا يزال طويل، والريال بعد ما استسلم لهلأ للفوز بلقب البطولة. محليا نظم الاتحاد اللبناني للجوجيتسو بطولة لبنان بالسبمشن فايتينج بمشاركة واسعة من 8 أندية اتحادية بكل الفئات حتى عند السيدات. برعاية اللجنة اللبنانية لرياضة الجوجيتسو وضمن إطار نشاطاته، أقيمت بطولة لبنان بالسبمشن فايتينج، وذلك بنادي الكاونتري لودج بحضور الأمين العام للاتحاد اللبناني للتاي بوكسينج الأستاذ سامي إبلاوي ورئيس لجنة السريح الأبيض الأستاذ أنطوان برداويل، بمشاركة أكثر من 40 لاعب ولاعبة من 8 أندية اتحادية. وتميزت المباريات بمستوى راقي وبروح رياضية عالية، وتضمنت أيضا لقاء نسائي حيث تميزت فيه اللاعبتين كريستين مطر وإيزابيل منصور. وبأبرز النتائج عند الرجال، وزن تحت 60 ديدي رزق كان بالمركز الأول، وزن 60-69 كيلوغرام كان بول عالم الأفضل، ب69-77 روي دكروب، ب77-86 محمد فخر الدين، ب86-95 محمد كركي، وفوق 96 محمد فرحات. وبترتيب الأندية حلب المركز الأول نادي شوغان أمام نادي التقني ونادي الكابيتال بالمركز الثالث. هيدي كانت أبرز أخبارنا لهلأ. فادي وشانتال يعطيك العافية جورج. مرسي جورج. في الرياض تجمع عشرات من أقارب معتقلين سعوديين أمام هيئة حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عنهم أو محاكمتهم، ورفع حوالي 40 شخصا بينهم 5 نساء لافتات تدعو إلى إطلاق المعتقلين، لكن قوات الشرطة طوقت المكان ونزعت اللافتات. وتؤكد مصادر حقوقية سعودية أن هؤلاء معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد. في الضفة الغربية أعيد إغلاق ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله بعد أخذ عينات من رفاته لفحصها سعيا لكشف لغز وفاته قبل أكثر من 8 أعوام. وأكد مسؤول في لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني أن العينات سلمت إلى خبراء فرنسيين وسويسريين وروس، وسيسعى هؤلاء الخبراء لمعرفة ما إذا كان قد تم تسميم عرفات بمادة البولونيوم. ونبقى في شأن الفلسطيني، حيث أفدنا أن وفد من قوى 14 من أذار وصل في هذه الأثناء إلى قطاع غزة. في إسرائيل أعلنت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني عودتها إلى الحياة السياسية على رأس حزب جديد بعد أكثر من 6 أشهر على انسحابها من حزب كديمة إثر خسارتها في انتخابات زعامته. وأعلنت ليفني أن حزبها الجديد اسمه الحركة، علما أن تأسيس هذا الحزب يأتي بعد يوم من إعلان وزير الدفاع إيهود باراك بشكل مفاجئ اعتزاله الحياة السياسية وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية.
أما بالنسبة إلى حزب الليكود فأفاد مراسلنا في القدس مجد الحلبي أن أعضاء الحزب الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المبكرة اختاروا لائحة يمينية، حيث تم انتخاب شخصيات من أقصى اليمين كسيلفان شالوم وجلعاد أردن، واستبعاد شخصيات بارزة كبني بيغان وأفي دختر. وأشارت المعلومات إلى أن أعضاء حزب إسرائيل بيتنا اليميني سينضمون إلى اللائحة لتصبح لائحة الليكود بيتنا أكبر لائحة يمينية في الكنيست المقبل. بعد الإعلان نفايات إيفرست أعمال فنية. وقبل متابعة الأخبار السياسية نتوقف مع الأحوال الجوية والزميلة ألين برمان أبي هيلة. مرحبا. نهارنا اليوم مشمس إلى قليل الغيوم بدون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بالوقت اللي عم نشهد شوية ارتفاع بالمناطق الجبلية. هالأجواء المستقرة رح تكفي معنا مثل ما مبين لهلأ بالأيام الجاية كمان، وكل التغيرات منخبركن عنها أكيد بنشرتنا. اتجاه الرياح غربي لشمالي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 22 و 23 درجة، على الجبال بين 9 و 19، أما بالداخل فبتتراوح بين 17 و 19 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي، والجو مثل ما ذكرنا مشمس إلى قليل الغيوم. جولة من الجو بتاخدنا فوق بعض المناطق وضيعة اللبنانية لنشوف كيف تقصى لنهار الثلاثة، ومننطلق من مشتى حمود 18 درجة، طرابلس 22، 18 درجة بكسبة، فقرة 10، بتغرين 19، وطقسنا مشمس وصافي بكافة المناطق. صيدا وصور 22 درجة، 19 برميش وبحصبية، 16 درجة بجب جنين، 17 درجة بزحلة، والختام بيكون بالأعمى 19 درجة. كيف كيف طقسنا اليوم وبالايام الجايه؟ اليوم الثلاثاء بتسجل الحراره 23 درجه بنهار وطقسنا مشمس وصافي، بترتفع لل 25 نهار الاربعاء والخميس، 24 درجه لنهار الجمعه وطقسنا بكمل مشمس وصافي. نختم نشرتنا بجوله سريعه لطقس بعض المدن حول العالم، وانا بلاقيكم بنشرات لاحقه. والآن صفحة متفرقات سريعة. واحد فاصل خمسة طن تقريبا من النفايات مجموعين من قمة إيفرست عم يستعملوا لصنع أعمال فنية مميزة لتبقى ذكر، وعم تجذب السواح والمواطنين المحليين كمان. ومع أنه يلي بيتسلقوا هالجبل بيدفعوا وديعة للدولة وبيستردوها بعد ما يرجعوا من الجبل ومعوا نفاياتهم، إلا أنه كتير منهم بيتركوها فوق فبتنطمر بالتلج بالشتاء، وبفصل الربيع بترجع بتظهر. الملعب التاريخي بستوكهولم يلي استضاف بطولة العالم بكرة القدم عام 1958 وتفوقت بوقت البرازيل على السويد بنتيجة 5-2 رح يتم هدمه نهائيا. وقبل ما تصير هالخطوة عدد كبير من الناس اللي بتربطن ذكريات كتير فيه تهفتوا لأخذ ذكر صغير منه تيضلن يتذكروا قبل ما يتحول إلى شقق سكنية وبعض المكاتب. هالبابا نويل عم بيقدم عرض كتير مهضوم لكل زوار هالحوض باليابان، بما انه لبس زيه المعتمد ونزل يسبح بين الاسماك وقدم لهم اكل مميز كهدية مبكرة. هالحوض فيه بقلبه 15,000 سمكة من مختلف الانواع، وبيزوره كل نهاية اسبوع 2000 شخص تقريبا. المساجين الموجودين بالسجن المركزي ببانكوك عم بيشاركوا بمسابقة مميزة، وهي الرقص على أنغام أغنية غانغنام ستايل. الفكرة بدأت بشهر تشرين الأول وكانت بتهدف لتخفيف وتيرة العنف بين المساجين، ووصل للتصفيات النهائية 70 شخص. هالأغنية أصبحت أكثر فيديو بيشاهده ناس على يوتيوب مع 800 مليون متفرج من مختلف أنحاء العالم. على أمل يصير السجون عنا هيك. حلو اللطشة. نشرة بيروت اليوم انتهت مشاهدينا، نذكركم بالمواقع. يلا فادي.
تابعونا على تويتر فيسبوك على موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وتابعوا أيضا في القسم الثاني مع فادي حوار يجريه مع ضيفه الرئيس السابق للحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ جبران عريجي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.